انت هتسمع اللي مش عايزين يسمعوا؟ مش هيسمعوا. اللي مش عايز يسمع لو لا قعدت بالظبط نفخت له، بص يا كابتن مجدي، عملت له كابتن مجدي المزمار بتاع الكوبرا ده ولا هيسمع. يا كابتن مجدي، انت واخد بالك؟ كابتن مجدي، يعني النهارده مثلا انت عشان معاك انت الحق، في شويه ناس بتهاجم 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 بتهاجمني انا على اساس ان انا ضد النادي الاهلي. انا عمري ما ابقى ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي ازاي ده كيان؟ ده انا اتربيت فيه. ابقى ضده ازاي؟ هو انا لما اقول رايي بقيت ضد؟ انتوا مين انتوا؟ انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين انتوا؟ انت لما انا كنت موجود وبموت نفسي وبلعب وبعمل مش انت اللي ماشي عشان خاطر النادي الاهلي. انتوا مين؟ مش انت اللي ماشي انتوا ما كنتوش تعدوا من قدام باب النادي الاهلي. انتوا مواليد كام؟ انتوا اتولدتوا امتى؟ انتوا لو مواليدنا انتوا كنتوا فين؟ احنا ما شفناكوش. الناس دي احنا ما شفناهاش، اللي هي ماسكه شعار دول مش النادي الاهلي. الناس اللي ماسكه دول وعمالين يطنطنوا باسم النادي الاهلي مش هم دول النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي انا اللي عارفه، النادي الاهلي الكيان الكبير ده انا اللي حافظه، اللي اتربيت فيه، اللي انا عشته، اللي انا كنت موجود وبشوف الناس مين هم النادي الاهلي اللي اتعلمنا منهم. انما انتوا مين؟ من انتم؟ ما لهمش كيان دول اللي بياخدوا 70 و80 الف و100 الف و120 الف اللي بيستفيدوا من النادي الاهلي. مين دول؟ جم امتى؟ الاتهامات ما تتقالش كده. وبعدين لو انت جزافا ما ينفعش. استنى بس يا كابتن، انما ليك وجهه نظر فلان ما ينفعش، فلان ما ينفعش، فلان مجدي عبد الغني ما ينفعش. ده انت حر يا عم، انت حر قول وجهه، لكن ما ترميش الاتهامات جزافا. ده خد وده عمل وده سوى، لا ده جاب وده مش عارف ايه وده جامل وده ما شفتش. ولو انت ما كنتش ما شفتش انت، ولا ولو ما كنتش انت تتكلم عن النادي الاهلي، امال مين اللي هيتكلم؟ بالظبط كده. امال مين يعني؟ انا عايز اعرف لما ما انت وانا مين بس، لما انا وانت، هو احنا اللي ماشيين احمد فتحي ومشينا حسام عاشور؟ انا مالي؟ احنا بنقول على حاجات عشان ما تقعش فيها السنين في العموم الجاية. يا عمي عشان كمان ما تقعش فيها السنين الجايه يا عم. احنا بنتكلم في النهارده يعني. النهارده لما تيجي تتكلم على مشكله عبد الله السعيد، هو النهارده النادي الاهلي عملت مكالمه، هو عبد الله السعيد سنه ونص مفيش شكوى. يعني ما حدش اشتكى عبد الله السعيد في ان له عنده من ساعه ما ساب اهلي جده ان له عنده 2 مليون دولار. هل تتخيل ان عبد الله السعيد ممكن هيدفع؟ يعني هي الشكوى دي مين اللي سمح بان تقدم؟ طيب احنا لازم تنهي الاسبوع الجاي نعمل حلقه ثانيه ان شاء الله، لان انتوا ارائكم مهمه جدا وعايزكم يعني اربعه لازم وهنبقى في رمضان ان شاء الله وهنتسحر مع بعض باذن الله، ونبقى بنتكلم على مستقبل الكره المصريه. انا مش جاي تاني يا اسلام. لا مش جاي تاني. ده رضا عبد العال حبيبك، انا بحبه جدا، حبيبك جدا، كل ده عشان اختلف معاك. انا بحبه جدا. بشكرك طبعا، بشكرك كابتن مجدي عشان الوقت. انا مش جاي تاني.